السلام عليكم ورحمة الله، معكم ست مريم من قناة أبسط طرق للتعلم. درسنا لهذا اليوم محفوظة نرجسي، قراءة الصف الرابع ابتدائي، صفحة 80. نرجسي: فتحت باب المدرسة فاستقبلتني نرجسي، فتحت باب المدرسة فاستقبلتني نرجسي، وكان في استقبالها نبرة حزن يائسة، وكان في استقبالها نبرة حزن يائسة. قلت لها: صديقتي، ماذا جرى يا ناعسة؟ قالت: شهور عدة مرت جذور يابسة، هيا تعال واسقني كي لا أظل عابسة، هيا تعال واسقني كي لا أظل عابسة. فتحت باب المدرسة فاستقبلتني نرجسة. أعيد قراءتها مرة ثانية. نرجسة: فتحت باب المدرسة فاستقبلتني نرجسة، وكان في استقبالها نبرة حزن يائسة. قلت لها: صديقتي، ماذا جرى يا ناعسة؟ قالت: شهور عدة مرت جذور يابسة، هيا تعال واسقني كي لا أظل عابسة. فتحت باب المدرسة فاستقبلتني نرجسة.